زين والله ما غليت شيء بعتهم قول اعطوني مجال اتكلم بعتهم قلتهم بعتهم السعوديين ايش قلت؟ ايش قلت؟ قلته لا المفروض دقيقه المفروض الطرحه يا اسمعني. انت يا اخي اسمعني اسمعني يا اخي صدق من جد تكلم دافع عن نفسك يا اخي دافعت عن نفسي ايش على لا لا دقيقه عاد خلني سبيكر طب انا ادري سبيكر خلني اتكلم يا بحلال اترك سبيكر انا اتكلم هذا يا بيبي انا لا من جد تكلم دافع دافع عن نفسي انا غلطت على نفسي خلني تعطيني جاي اتكلم انا حلفت اني لا احمل نفسي ما لا طاقات بها عاد قل لا اله الا الله اسمع مني اسمع مني ها جاك بيقطعني اوكي الضحك اسمع مني اسمع مني انا طالبك اسمع مني خلني اتكلم خلني اتكلم طيب انا جلست على كوفي شروم انا مشاهد اشوف دقيقه انا مشاهد اشوف يتكلم يتكلم لا اعطني مجال اتكلم لا تطلعني بشكل باخ قدام الجمهور تكلمت انا ماني بحاج انا ماني انا معك يا ولد انا معك طيب انا معك صح انا معك ما عندي مشكله في النهايه انا اتكي اكثر من اتكي معهم المشكله وشي وانت تتكلم انت قاعد تتكلم معهم يا اخوي انا قلت اقول اسمعني اسمعني يا اخي نفس الكلام ليه ما تعطيني مجال ليش ما تعطيني مجال ليش ما طيب قلت في هذا المطاف مشى مر عليك معلومه مر عليك كل شيء تقدر تقول عطني وجاي اتكلم طيب زي ما قال انا مشى علي معلومه بيش مشى قال خليهم يتكلموا قال خليهم يتكلموا خليني اقول لك انت خط راحتك الكلام يا حبيبي خط راحتك الكلام ولا انت ايش تبغى خط راحتك الكلام يا قلبي امشي يعني تبغى تسوي جدال عشان تطلع بكره كوفي شن الروم لا هي اسمع اذا انت باش شفت اني ما دافعت بكره ما انا وياك فقره زين ابيك معي بس انا بكره كذا ام حدي قال خليك معي انا حلفت بالله ما احمل نفسي ما لا طاقه بها لا المفروض وشو المفروض قلت الصدق انا قلت ايش ابو سمره جاني تحت البث يقول عادي سوي كذا كذا ابغى اسوي قلت يلا صورني سوي انا قاعد اتابع ما سمعت والله قلت والله تدري ليه سمعوها كله تدري ليه؟ سمعوها اول ام جي دي سمعت اسمع تدري سمعت سمعت اني قلت ابو سمره يجيني تحت البيت يا اخي قاعد اقول لك تدري ليش اقول لك؟ محتاج تدخل بالنص هم قاعد يدخلون صوت قول وقف لا تدخل صوت خليني اتكلم ابو علي ابوه يا رجال انت والله انك ضايع والله صح صح يقول كلام تدري افضل شيء هذه لكن بس شد الوضع انا قلت لكم قلت ثاني لكن بالله لا كلهم سكتوا هدوء دريت ان الوضع اجل مني قبل ثلاث ايام قلت سالفتي قلت بس ما ابغى اشد الرجال قلت بس ريح طالبا امور طيبه واستانس والحياه حلوه شيء انت مسفهل والله اني وشي مسفهل يعني مستانس اي مبسوط يا رجال لكن هذا يبغى يجي بكره يقول كلام ذا عشان يطاكم شرهم بكره اعرفه الشايب ذا اي الشايب ذا اي يبغى يسوي انه يطلع كل شيء انا يا اخي والله العظيم والله اللي يتكلم جد روح ادخل في الديكور عادي اقسم بالله العظيم انهم طلعوك شكل كلامك غير جدي مع انك تقدر تقلب الموضوع عليهم كلامك غير جدي بالنسبه لي غير جدي هارد انا معك لاني انا انا ما راح اطلع بسناب بسمره اسبوعين انا شايف بس اسمع الكلام اللي قلته أقنع؟ بالله يا خالد اي والله اقنعني انا المميز دائما محافظ يقول قللت من نفسي هذا لا 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 اقول انك قللت من نفسك اقول مره كلام عليك انت ثقل عايض تعال شيل هذه تعال عايض ايوه ليه بعد حبك ما